رابطها، واعتقد ان منهم عادل ابو حديده عضو الجماعه المجموعه برضو اللي معانا على الهاتف. يا عادل، ايوه معاك. ايه اللي حصل معاك؟ وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا والله انا عربيتي اتسرقت يوم 30/11/2013، تمام، من شارع اللي بيني فيصل. شارع اللي بيني ده يعتبر شارع حيوي وشارع كبير وزحمه. رحت عملت محضر في القسم، في قسم الهرم، تمام. خلصت المحضر بعد ما يعني العربيه اتسرقت حوالي الساعه 10/11 الصبح. على ما خلصت في القسم كان حوالي الساعه 4:30 العصر. الساعه 5 بالظبط لقيت الحرامي بيتصل عليا على الرقم اللي انا سايبه في المحضر. الرقم ده مفيش اي ورقه في العربيه تدل عليه. مش مع حد، رقم جديد، مش مع حد خالص، مش موجود اي دليل عليه في العربيه. انت كده تتهم اتهام خطير، يعني هو حصل على الرقم المحضر. فعلا خد الرقم من المحضر بتاع الشرطه. انا قاصد الاتهام. امين شرطه عديم ذمه او عديم ضمير في القسم بيسرب الارقام بتاع المحاضر للحراميه وبياخد حلاوته. انا ما بتهمش الشرطه. ما هو يعني ما هو عشان خاطر يعرف يسرب لازم يكون يعرف الحرامي من الاصل. طبعا اكيد. اه يا فندم امناء الشرطه في الاقسام بيبقوا عارفين كل حاجه. تمام. انا الشرطه فيها ناس محترمه جدا وناس على درجه عاليه جدا من الاخلاق، بس برضه فيها ناس عديمه الضمير. طيب وبعدين الحرامي اتفاوض معاك؟ الحرامي اتفاوض معايا على الفلوس، وصلنا معايا لعربيتي اصلا عربيه اكسنت 98، يعني برضه مش غاليه، يعني كانت حوالي 30 35 الف. طلبوا منك كام؟ طلب 10,000 جنيه. اتفاوضت معاه وصلوا 5. طيب انا عايز مش هديك الفلوس الا لما اشوف عربيتي. قال لي لا ما عنديش الكلام ده. ما تتصلش عليا تاني وانسى انك تشوف عربيتك. طبعا غرقان بيتعلق في قشايه. قالوا لي عدوني ميعاد على الدائري وعلامات وسيب الفلوس في المكان الفلاني وهنتصل بيك بعدها نقول لك استلم عربيتك منين. فطبعا في ناس كتير عربياتهم رجعت بنفس الطريقه دي، بيسيب الفلوس في اي مكان. وانت عربيتك رجعت ولا اخدوا الفلوس وفي الاخر ما شفتش عربيتك؟ لا اخدوا الفلوس وما شفتش العربيه. الله يعوض عليك بقى يا عادل. شكرا عادل حبيبه، احد ضحايا سرقه السيارات.